التنمر قد يدمر حياة إنسان، فمن المهم أن نقف في وجه جميع أشكال التنمر، والأهم من ذلك أن يوجد شخص بجانبك يشجعك ويقف معك، وإذا حاول آخرون إسقاطك واجههم بنجاحك. عرفين عن نفسك. أنا جمانة علي العدروس، طالبة في 13 من عمري في الصف التاسع. انولدت في عائلة داعمة، كانوا يدعموني بكل الأمور اللي أحبها. خبرينا عن موقف التنمر اللي تعرضتي له. الموقف اللي تعرضت له كانت في الصف السابع، كان التنمر شفهي وحاول يضربني. كنت أمشي في المدرسة أشوف يمين يسار، خاف أي حد يتعدى علي. قبل هذه النظارة كان عندي نظارة خضراء، كان لونها أخضر، وكان يقول لي الضفدع بس لأني ألبس نظارة. قالوا لي إن شكلك بدون نظارة أحسن. وصلت لدرجة إن ساعات كنت ما ألبس نظارتي يعني أنت ناساها في البيت عشان أروح المدرسة وما حد يقول لي هالكلام. الموقف هذا أول شيء عرفت إن الغلط ما كان غلطني. وكيف تخطيتي الموقف؟ أتحدث مع شخص يعني أشعر بالأمان معه، شخص بالغ سواء صديق معلم أو أم أحد الوالدين. تحدث معه بكل اللي صار، أو أني أتكلم وجه لوجه مع المتنمر، أحاول أفهمه هو شو سبب لي. ساعات بعضهم ما يفهمون، فنروح لشخص أكبر، شخص يقدر يتعامل معنا نحن الاثنين. بنتي الغالية جمانة، من الوقت اللي بدأتي فيه مشوار كتابة القصة وأنا أتابع شغفك وانشغالك وحبك للكتابة والتعبير عن أفكارك وعالمك الجميل. أنا اليوم سعيدة أنك قدرتي تترجمين هذه الأفكار والمواقف الواقعية اللي تمرين فيها بحروف وقصة نشرتيها للعالم. أتمنى أن كل بنت وشاب يقرأ قصتك يستفيد من تجربتك ويتعلم مهارة التعامل مع التحديات والصعوبات في عمر مبكر. فخورة فيك حبيبتي وبقصتك، وأتمنى أشوفك متميزة بأفكارك وملهمة دائما. الفويس مسج هذا يمكن أكثر شيء يساعدني بفترة لهالفترة. As I said, made my day. نصيحة توجهينها للي يتعرضون للتنمر. إذا الحين أنا مسامحة كل حد، لأن أعرف إنه كل حد كان في شيء عشان هالسبب وصل له. يمكن في بعضهم كانوا يسوون المتعة أو يشوفون إنهم ما عندهم الجراء الصوت يبون يستخدمونها على حد. فدايما فكر قبل شو بتقولين أو شو بتقول، حطي مكانك مكاني وحسي بالأثر اللي بيصير بعد ما قلتي شيء.